الفاجر أخي والله. هجوم واسع النطاق على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. نفذت قوات الدعم السريع من المحورين الجنوبي والشرقي. الجيش السوداني بالاشتراك مع القوات الموالية له أعلن تصديه للهجمات، مشيرا إلى أنها كبدت قوات حميتي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. الحصيلة، يقول الجيش، القضاء على أكثر من 80 مقاتلا في صفوف الدعم السريع، إضافة إلى إصابة العشرات وتدمير آليات عسكرية. معارك وصفتها قوات البرهان بالملحمة الجديدة، بينما نعت قوات حميتي قائدا ميدانيا بارزا لها سقط خلال المعارك. عقب الهجوم الفاشل، بحسب رواية الجيش، نشرت مقاطع مصورة تظهر احتفالات المواطنين، بينما وجه حاكم إقليم دارفور منار كوماناوي التحية لصمود المدينة، مشيرا إلى أن هذا الهجوم لقوات الدعم السريع هو 70 على الفاشر. لا يتوقف الصراع في دارفور. قبل أيام أعلن الجيش السوداني تصديه لهجمات بعشرات المسيرات لقوات الدعم السريع، ونفذ قصفا على تمركزاتها في محيط مدينة الفاشر، المعقل الأبرز للجيش السوداني في دارفور، بعد أن استولت قوات الدعم السريع على معظم المدن الرئيسية في الإقليم.